الأزمات اللي بنمر بيها دلوقتي وقت صعب. الأزمة اللي بتمر بيها البلد أزمة مش سهلة، الأزمة دي سببت لنا كلنا خوف وقلق ورعب، لكن الأزمة دي كمان ادتنا فرصة إن يبقى عندنا حاجة كنا مفتقدينها الوقت اللي فات، الوقت اللي نقعد فيه ونهدى ونفكر ونكتشف قد إيه الحياة حلوة، فيها حاجات حلوة كتير نعيشها. من فضلك حافظ على نفسك وخليك في البيت. هنقدر نتغلب على الفيروس لو فضلنا في البيت. Stay at home. Stay at home, stay safe. الدنيا فيها حاجات حلوة كتير نعيشها، حافظ على نفسك خليك في البيت. عشان تحافظ على نفسك وعلى أسرتك خليك في البيت. These days we are facing an invisible enemy, a virus that's spreading across the planet and threatening the lives of our families, friends and beloved. The best treatment we have currently for this virus is to prevent its spread. And the best way to do that is by keeping a distance. That's why I'm urging every one of you to help us conquer this virus by simply staying home. الدنيا فيها حاجات حلوة كتير نعيشها، حافظ على نفسك خليك في البيت. الدنيا فيها حاجات حلوة كتير نعيشها، حافظ على نفسك خليك في البيت. For your loved ones, protect yourself. Stay home. خليك في البيت. عشان تحافظ على نفسك وعلى أسرتك وعلى المجتمع. For your loved ones, protect yourself. Stay home. الدنيا فيها حاجات كتير حلوة نعيشها، حافظ على نفسك. Together, you can do it. If you stay at home, stay at home, stay safe. فيها حاجات حلوة كتير نعيشها. حافظ على نفسك. خليك في البيت. For your loved ones, protect yourself. Stay home. الدنيا فيها حاجات حلوة كتير. حافظ عليها وخليك في البيت. خليك في البيت.